نور على الجميع، ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معي بكفاءة جديدة وهو من مصر، السيدة عادل محمد عنايات، مدير مركز بيونير سبا للرجال. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك سيد عادل، شرفنا في برنامجنا الأسبوعي. سيدي سيدي نبي نعرف قصة نجاحك أو بداية حياتك العملية. أنا بداية حياتي العملية دخلت الإمارات سنة 97. ما شاء الله فترة طويلة يعني. نعم، اشتغلت في مجال المقاولات وبعدين حبيت أكون مستثمر ففتحت مسار. كيف انتقلت يعني من فترة المقاولات إلى على طول إنك فتحت سبا؟ ليش يعني؟ لأني عندي مشاريع غيرها في الكويت، نفس البيزنس يعني. يعني عندك فروع من زمن طويل. أوكي، يعني فتحت في الكويت؟ نعم، وأنا دارس علاج طبيعي. اوكي، فده مجالي جنب مجال الهندسه. لا ما فهمت عليك، يعني اقصد انا اني انت فتحت البيزنس تبعك، اول كانت الوجهه تبعك كانت الكويت. كانت الكويت الاول. اوكي، وبعدين جيت وبعدين نقلت على المكان. اوكي، احكي لنا شوي على تجربتك هاي في مجال المقاولات ثم الى مجال السبا. والله انا كنت بشتغل مقاولات انفراستراكشن. اوكي، اللهم صل على النبي، خطوط غاز، خطوط قريب بترو، خطوط صرف صحي، ووتر لاين، ستورم ووتر. وبعدين اعتزلت المقاولات للسن. اوكي، ففكرت اتنقل من نشاط العلاج الطبيعي. نعم، نشاط العلاج الطبيعي. اوكي، بس كمستثمر يعني. اوكي، فتحت مركز بيونير سبا للرجال كم سنه؟ الحين دي السنه الخامسه. اوكي، من فتحت هذا خمس سنين هذا. طيب اوكي، كثير حلو. طيب خبرني سيد العادل عن مركز بيونير سبا للرجال. هو النشاط عندنا مساج وحمام مغربي وتنظيف بشره وباديكير وواكس وحلاق. اوكي، نرجع شوي للموظفين تبعك، او على اساس شو بتختار موظفين؟ موظفيني بختارهم ذو خبرات وشهادات. اوكي، وطبعا بحمل لهم اختبارات وبجيب الموظف فتره اختبار عندي 3 شهور. اوكي، وبعد كده الموظف الناجح بخليه. لازم يعني تكون على اساس لازم تكون عنده خبره في المجال. لازم يكون عنده خبره في المجال. طيب نعم. بالنسبه للخدمات الفروع الثانيه الموجوده في دوله الكويت الشقيقه، خبرني عن خدماتها. نفس الخدمات؟ نفس الخدمات، نفس كل نفس شيء. الخدمات. وحتى الاسم مركز بيونير بيزداد عليها الحجامه. أوكي. اوكي، في الكويت هنا نعم. ما في الحجامه؟ نعم. ليش ما سويت الحجامه هنا؟ ما حصلت موظف كفء يعني. كفو يعني. نعم. يعني بنقول انه هذا شيء مميز منك انك لازم تكون تجيب كل موظف وله شغله. نعم اكيد. طيب خبرني عن الموقع الرئيسي تبعكم، اذا عندكم موقع تواصل اجتماعي. الموقع الرئيسي مركز بيونير سبا للرجال. هو نفس الاسم. اوكي، الموقع الرئيسي مدينه العين. مدينه العين نعم. اوكي، اي شارع؟ الجهلي مقابل مدرسه الجهل الحديث. اوكي، عشان بس نذكر الساده المشاهدين، مركز بيونير هو في مدينة العين، مثل ما تفضل السيد عادل. مقابل مدرسة الجهل الحديث. اوكي. طيب سيد عادل خبرني، بما انه انت مستثمر في دولة الامارات، شو فكرة الاستثمار عندك او شو تجربك في الاستثمار، تجربتك في الاستثمار في دولة الامارات؟ والله توسعة في نفس المجال، في نفس النشاط. اوكي. يعني الشغل اوكي؟ نعم الحمد لله. الحمد فضل لله. فضل شيخنا يعني. اكيد، ودولة الامارات لقيت نعم، دعم طبعاً. يعني من طبعاً. من جهات حكوميه او جهات خاصه طبعاً. انها تدعمك؟ طبعا الدوله تدعمنا كويس يعني. طيب اكيد اكيد طبعا. طيب سيد عاد، ننتقل شوي الى نعمه الامن والامان في دوله الامارات. الحمد لله. نتكلم عليها شوي. الحمد لله. شو بتعني لك الحمد نعمة لله. اوكي، شو بتعني لك نعمه الامن والامان؟ والله بتعني لي كثير يعني، كفايه الواحد نايم في بلد مطمن على اولاده وعلى اسرته وعلى شغله وعلى كل شيء. هذا اكيد بيميز دوله الامارات اكثر عن باقي الدول. فضل الشيوخ يعني. أكيد هذا بيرجع أكيد القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. هذا بالنسبة للصالون. بتسووا هاي انواع عرب ممتازين يعني، بيعملوا اي قصات من الموظفين اللي خبرتني عليهم قبل شوي. لا حلقين عرب ما شاء الله، حلقين عرب يعني والنعم يعني ما شاء الله.
بيعمل مساج. هذا بالنسبة للمساج. زيادة المساج. زيوت اللي يستخدمها يعني شو؟ زيوت أعشاب طبيعية عشان البشرة تحسسها. موظف تايلاندي بتسوي كمان مثلا ماسك للايدين مع الباتيكير نعم بعد ما خلص بدي ماسك الايدين وماسك القدم كمان. اوكي شو الماسكات اللي تستخدموها في ال دكتور النور عندك ناس يعني ما شاء الله مختصين بهذا الشيء عندنا تنظيف البخار مع صنفرة الوجه كامل مع تأشير الوجه اوكي مع تفتيح البشرة التنظيف البشرة تسويه بالبخار نعم بالبخار. بعدها شو تسوون بعد البخار بعد كده بعمل صنفرة الوجه تقشير الوجه نعم وبعد كده يبدا يعمل المسكات بتاعته ويفتح البشرة كمان شوفوا بيسوي مساج بعد الوجه حركات يبدا يشفط الدهون ده هو بيوزع اللهم صل على النبي الكريمات وال دي غرفة مساج الطاي مساج اللي بيستخدموا الرياضيين لتنسيق العضلات ليش حاطط بالارض كده يعني المساج التايلاندي ما ينفعش على الطاوله يعني هذاك العادي صح هذاك المساج اللي بيسووه في الطاوله يعني مساج فلبيني او سياتشو مساج اوكي هذا نعتبره انه خاص يعني شو صح الزيوت اللي تستخدمها فيه شو بس الشيبه اوكي ما بيقدرش يطلع السين بيقدرش يطلع ومريح اصلا تلاقيه تبع الارض اصلا ايوه موجود معاه حمام مغربي اللي بده حمام حمام مغربي اكيد بيستخدم معاه الصابون اللي خبرت عليه قبل طيب عندك شباب مثلا مغربيين هم بيسووا الحمام المغربي يعني كل حد مختص كل حد مختص في مختص شغله دي غرفه بقى تجهيز العرايس كاملة فيها حمام، مساج، تنظيف بشرة، باديكير، واكس كاملة للعمارس كامل للمعاريس للمعاريس هاي في اي بي فيها بالنسبة للجهاز هذا هذا جهاز بخار عشان تنظيف البشرة للمعاريس اوكي في خدمات كل شيء كل خدمات كل خدمة بغرفة واحدة اوكي عايز العريس يطلع من هنا على على طول دي غرفة مساج شيرت مساج لطيب مساج مع حمام مغربي مع مثل مثل طبعا المساج مع الفايتة بس هي مثل ما شفناها في الأرضية صح؟ نفس الأرضية بس دي الفلبين مساج والريلاكس رفعتها شوي نعم هنا مع الحمام المغربي اوكي دي غرفة برضه حمام مغربي مع غرفة المساج نفس الغرفة هذا اللي يدخل يعمل مساج الحمام المغربي في نفس الغرفة اوكي في نفس تبديل ملابس نفس الغرفة بالنسبة لهذه هذه ما شفتها شاور ميوزك يعني ما شفتها في ال ده شاور ميوزك كثير حلو
سيد عادل نرجع شوي لخدمات الصالون. خبرتني قبل شوي انه عندكم مساج. خبرني انا احنا عندنا مساج حمام مساج تايلاندي وفلبيني وساتشي مساج. شو الفرق بينهم يعني؟ الفرق في القوة اوكي والتنسيق العضلات اوكي. وفي مساج زيوت اعشاب طبيعيه بنستخدمها عشان ما تضرش الجسم يعني. عندنا مساج بالحجامه الجافه، مساج بالحجامه الطارد الحر بيشيل الالم، بيجري الدوره الدمويه، بيشيل الكهرباء الزياده. عندنا مساج بالحجامه الجافه بيشيل البرد في الجسم ومطرح المكيفات والبر يعني. طيب سيد عادل، بالنسبه للحمام المغربي، شو انواع الحمام المغربي او شو انواع الزيوت اللي بتستخدموها وشو انواع الصابون اللي بتستخدموها؟ بنستخدم زيت الاركان في الحمام، لكن عندنا حمام مغربي ملكي وحمام مغربي عادي وحمام مغربي الاعشاب وحمام مغربي العود العنبر. اوكي، بالنسبه للصابون والاشياء المواد اللي بتستخدموها في الحمام المغربي، من المغرب؟ من المغرب استيراد، احنا متعاقدين مع شركه بتجيب لنا استيراد عجينتنا كلها من المغرب. هي اكيد اعشاب طبيعيه. نعم. اشياء طبيعيه. نعم. صحيح بتستخدم. نعم. فيها شركه فيها. اسمع عفوا سيد عادل، بما انه انت مستثمر في دوله الامارات، شو تحب تنصح اي شاب بيستثمر في دوله الامارات او يدخل في مجال رجال الاعمال؟ والله يدخل الامارات وهو مطمن ويعني الدوله بتساعد كويس ويدخل كفايه الامن والامان اللي فيها. اكيد اكيد، واكيد دوله الامارات بتدعم. نعم. كل. نعم. مستثمر خصوصا في قرارات جديده في الحكومه. نعم. انها بتساعد كثير المستثمرين في عده مجالات يعني. نعم. بس مجالك سيد عادل. سيد عادل، في الختام بتقدم رساله شكر لانسان عزيز عليك او انسان كان داعم لك في فتره حياتك المهنيه. والله بدعم يعني خلق اولادي. هو داعم رئيسي وزوجتي. الله يحفظهم لك. الله يحفظهم. داعمين رئيسيين في نجاح يعني. أكيد. وما ننسى نقدم تعازي لرئيس الدولة. تعازي رئيس الدولة الشيخ سلطان، معازي الشيخ خليفة والشيخ محمد وشيخ الإمارات وشعب الإمارات. الله يرحمه يا رب، والله يديم علينا. الله معك. الله معك. شيخ الإمارات كلها. في الختام سيد عادل، شكرا لك على حسن استقبال فريقنا ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى الزمن. شكرا لك. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.